تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الهيئة العليا للأعلام والاتصال، قدم فريق السهام الحمراء التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني عرضه الجوي في سماء مملكة البحرين اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 200 عام على الصداقة البحرينية البريطانية. العرض أقيم بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات، وسعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة، وسعادة السيد إيان لينتسي سفير المملكة المتحدة لدى المملكة، وعدد من كبار المسؤولين. وقام فريق السهام الحمراء ريد روز، والذي يعتبر من بين أبرز الفرق الاستعراضية في العالم ويتكون من 9 من أمهر الطيارين، بتقديم سلسلة من العروض المثيرة تضمنت تشكيلات رائعة على ساحل ضاحية السيف، وقد استقطب عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين لمشاهدة هذا العرض. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى عن شكره للقائمين على هذا العرض المتميز والعاملين فيه. وأكد سموه على ما يربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة من علاقات قوية وطويلة ومتميزة في مختلف المجالات، مشيدا سموه بالمستوى الطيب للتعاون القائم بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة. من جانبه تقدم سعادة المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، تقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى على رعايته العرض. كما أكد الوزير بأنه يأتي تمهيدا لما ستشهده المملكة من عروض قادمة من خلال إقامة معرض البحرين الدولي للطيران في يناير 2014. هذا وأعرب قائد رئيس فريق السهام الحمراء جيم تورنر عن سعادته بتقديم العرض في مملكة البحرين، مشيرا إلى أنها فرصة متجددة للفريق بعد العرض الذي سبق وقدمه الفريق في المملكة عام 2006. جدير بالذكر أن فريق السهام الحمراء التابعة لسلاح الجو الملكية البريطانية يزور البحرين ضمن جولة له في منطقة الشرق الأوسط، كما سيحتفل الفريق بمرور 50 عاما. Good home.